هذه الشيلة إهداء للعنود بنت مسفر. حيوها أقبلت أم تركي قوموا لها حيوها العنود أم الجمال والمحاسن والدلال من يمين ومن شمال بنت مسفر الحبوط والإخوان أهل الفضايل كاسبين أحلى الخصايل عز بعيال الحمايل ما يهابون الصعاب هتبخ ترب الحلاوة والطلاخة والطراوة بالحضارة والبداوة حايزة كل الصفات هدي 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 لا تهدي لحضرت والشاط جد كاسبه تاج التحدي راحة والعالم دمار هم تركي لا تبدت ساحة القاعة وعدت مهزموها لا تحدت من تحدها خسر من راس شيخين يعرفونه راعي محل يدلونه كل النشامى يزورونه مطبوخ ما يجهل المطبوخ مطبوخ ما يجهل المطبوخ والكريم اللي كسبها مات في رفة هدبها لطلبت لبى طلبها الدلع فيها عذاب الدلع فيها عذاب من راس شيخ يعرفونه راعي محل يدلونه كل النشامى يزورونه مطبوخ ما يجهل المطبوخ مطبوخ ما يجهل المطبوخ والكريم اللي كسبها مات في رفة هدبها لطلبت لبى طلبها الدلع فيها عذاب الدلع فيها عذاب قدرها عنده تعلى والحلا فيها تجلى حكيها شهد محلى والمزايا عال عال والمزايا عال عال شيخة والحسن لايق واضحة كل الحقايق كايفة والزين رايق هم يلعنون حيوها أقبلت أم تركي قوموا لها حيوها العنود أم الجمال والمحاسن والدلال من يمين ومن شمال بنت مسفر الحبوط والإخوان أهل الفضايل كاسبين أحلى الخصايل عز بعيال الحمايل ما يهابون الصعاب هتبخ ترب الحلاوة والطلاخة والطراوة بالحضارة والبداوة حايزة كل الصفات هدي 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 لا تهدي لحضرت والشاط جدي كاسبه تاج التحدي راحة والعالم دمار هم تركي لا تبدت ساحة القاعة وعدت مهزموها لا تحدت من تحدها خسر من راس شيخ يعرفونه راعي محل يدلونه كل النشامى يزورونه مطبوخ ما يجهل المطبوخ مطبوخ ما يجهل المطبوخ والكريم اللي كسبها مات في رفة هدبها لطلبت لبى طلبها الدلع فيها عذاب الدلع فيها عذاب من راس شيخ يعرفونه راعي محل كل النشامى يزورونه مطبوخ ما يجهل المطبوخ مطبوخ ما يجهل المطبوخ والكريم اللي كسبها مات في رفة هدبها لطلبت لبى طلبها الدلع فيها عذاب الدلع فيها عذاب قدرها عنده تعلى والحلا فيها تجلى حكيها شهد محلى والمزايا عال عال والمزايا عال عال شيخة والحسن لا